المكان هنا يعني حنرجع احنا هلا خلصنا الجوله تاعتنا وحنرجع ان شاء الله. هذه هنا يعني تعتبر من اكبر محطات القطار الصبوي هنا في منهاتن. يعني حصور لكم فيها المكان، في مكان كبير بس هاخد ملتقطات منها لاني محتاجه فيديو كامل لوحديها في هذه الصبوي هذه يعني المكان الستيشن. وكانت هذه نهاية الجولة. تمتعنا وتفسحنا وتمنينا أن تكونوا أنتم معنا وذهبنا إلى هذه السبوي ستيشن الكبيرة والتي بها جميع المرافق وفيها جميع المحلات والمطاعم. هذه الستيشن تعتبر زي مركز يتجمع به جميع الصبوي بالأرقامها باتجاهاتها بمختلف المناطق التي تتجه إلى الكوينز والتي تتجه إلى البروكلين وبيرج وتتجه إلى هذه المناطق إلى منهاتن إلى محلات معينة. فقط هذه خدت الصبوي من منطقة معينة، مشينا حتى وصلنا إلى الرقم المناسب حتى نعود إلى المنزل. وقلت لنفسي لماذا أصور لكم هذه الستيشن لتتمتعوا معي كما أنا تمتعت. وإلى اللقاء في جولات أخرى جميلة إن شاء الله تنال إعجابكم ورضاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.